طيب الأب سيد، الأفضل. بالحديث عن المدرسة الابتدائية وهي مدرسة أبو الفرج الابتدائية، هل تم إخلاء المدرسة بالفعل؟ حتى هذه اللحظه بعض الاهالي جاءت الى المدرسه واخذت اطفالها من المدرسه، ولكن بعض الاخر متواجد في المدرسه، وان كانت هناك تعليمات بضروره اخلاء الطلاب حرصا على امنهم، وخاصه ان هناك كان صوت الانفجار القنبله الغذائيه الى حد ما كان قوي، فربما يكون قد اثر على الاطفال وعلى تعبيرهم لاول يوم دراسي، ولكن بعض الاهالي خرجوا باطفالهم الى المدير الامن وطلبوا بالتفاصيل العادل من قتله الابرياء. الكل يؤكد ان مصر ستظل واحده على قلب رجل واحد، الكل يؤكد اننا مصريون جميعا، ليس ما بيننا ارهابي ولا قاتل، الكل يؤكد ان هذه العمليات سواء داعش او غيرها من حسب ما اكد دكتور احمد الانصاري رئيس هيئه الإسعاف، فقد استشهد مقدم شرطة جراء الانفجار الذي وقع منذ نحو 50 دقيقة في منطقة بولاق أبو العلا، وأسفر أيضا عن إصابة 5 حالات تتراوح ما بين المتوسطة والخفيفة. وقد تم الدفع بسيارات إسعاف إضافية إلى المنطقة لتعزيز جهود الإغاثة. نرى الآن أثار للدماء على الأرض كانت مغطاة بأوراق الصحف، وللوقوف على حصيلة الانفجار من الشهداء والمصابين والوضع الأمني بهذه المنطقة الحيوية، ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري من وزارة الداخلية عبد الله بركات. إذا عبد الله، أكد لنا دكتور أحمد الأنصاري أن الحصائل حتى الآن هي استشهاد مقدم وإصابة 5، هل من جديد؟ نعم، هو استشهاد المقدم خالد سعفان من قوة مديرية أمن القاهرة، هو استشهد في هذا الحادث الإرهابي، وإصابة 6 من رجال الشرطة بالإضافة إلى أحد المواطنين، يبقى الحصيلة هي استشهاد مقدم خالد سعفان وإصابة 7 منهم من رجال الشرطة، حصيلة هذا الحادث الإرهابي الذي نتج عن وجود عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل أحد الأشجار أمام مسجد أبو العلا، استهدفها قوة أمنية كانت موجودة في تلك المنطقة التي تقوم بتأمين أو بتمشيط المنطقة خلال الأيام الماضية، لأن هناك تجمعات من القوات الشرطية في المناطق المختلفة سواء في وسط البلد أو في منطقة أبو العلا منعا من عودة الباعة الجائلين، وبالتالي تم استهداف هذه القوة بالعبوة الناسفة.